اعتقلت الأجهزة الأمنية التركية خلال الساعات الماضية 63 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم 3 مواطنين روس، وذلك إثر تفجير اسطنبول الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 10 سائحين أغلبهم يحملون الجنسية الألمانية، بالإضافة إلى إصابة نحو 15 آخرين. وقد صادرت شرطة مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط وثائق وأقراص مدمجة أثناء تفتيشها لأماكن إقامة المشتبه بهم.